امال فاكر ايه يا دكتور؟ فاكرني بلعب في بلاد بره اياك. لا والله. اهلا 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 يا باشا. لا مؤاخذه المكان مش قد المجام، انا رايي نروح على المكتب او على الججال انضف. مفيش داعي يا مناع، لما قالوا لي ان شحنه المواشي وصلت قلت اكيد هلاقيك بتستلمها هنا، وبالمره اجي ابارك لك. يا باشا سيادتك تطلبني في اي وقت وانا اجيك لحد عندك. يا مناع انت راجل نظيف ومفيش عليك اي شبهه، احنا نجي لك ضيوف وبس. وتاكدت انها شحنه مواشي فعلا؟ راجل عيب، انا قلت لك يا مناع انت ملفك سليم وتحرياتك سليمه والتقرير في مصلحتك. انا جاي لك وسط خير في هدف نبيل. امر يا باشا. انت قدمت البت توفيق بيها؟ ده انا متراقب. يا سيدي لا متراقب ولا حاجه، كل ما في الامر ان الراجل بده يطمن بيسال عنك. ظاهر يا بيه ان المعلومات السريه اللي حضرتك قلتها له ما عجبتوش، مع انك وعدت ان تكون سريه، لكن ماشي عادي. اسمع يا مناع، لما سالت توفيق بيه عن موضوعكم لقيته لسه قلقان، فانا من ناحيتي طمنته وقلت اجي ابشرك بالخبر السعيد دوت، وبالمره اضمن دعوه الفرح. انت تشرفني يا بيه، يمين بالله تكون اول المدعوين. الف مبروك يا عريس. اسيبك تشوف شغلك. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله. على السلامة يا باشا. ألف مبروك يا كبير. الله يبارك فيك يا عمادي. الله يبارك فيك. كان نفس اهل النجع كلهم يكونوا موجودين، لكن يلا عيلة حسان ما عادتش تهمنا. اهل النجع كلهم عارفين بالجوازة دي. همام يا همام، مهر عروستك يا ولدي عشان عمك عبادي يشهد عليه هو وناسه. وديه لمين ابوي؟ وديه لعم المرحوم ولا لمرات عمي ام جميلة؟ لي انا يا ولدي، انا في مقام ابوها. مال انت كبير العيلة وكبير النجع كله. هات يا همام. دياب وصل المهر ده لأم العروسة جوا مع الحريم. حاضر يا كبير. مبارك يا همام، منورين يا رجالة. بكرة ان شاء الله ليلة الحنة، وبعد بكره هتتزف العروسه من بيتها لحد بيتي. طبعا انتوا كلكم معزومين ولا ايه يا عبادي؟ مبروك يا كبير. مبروك يا كبير. الحمد لله الحمد لله. الف بركه يا كبير. المهر وصل الحمد لله. نقرا الفاتحه ان ربنا يهديهم ويرزقهم بالذريه الصالحه. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا الفاتحه كمان على روح اسمه بتحسان اللي اتقتلت ظلم بسببي، واشهدوا يا ناس انها بريئه وانا كمان بريء. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ايه رايك عاد في الشياكه دي؟ حرام عليك يا مناع، أمك عايشة بتتمنى اليوم اللي تجوزك فيه وتفرح بيك. عمك مغوري كل يوم بيجي لأبوك ويأكد عليه إنه حجز لك فاطمة. هي غسالة بالقسط حجزها. ياكش تكوني فاكراني مرة عشان يتجوزوني على كيفهم. أنت حر، بس لو اتجوزت على كيفك كده مفيش حد من العيلة هيوقف في صفك. مش بعيد أبوك يتبرى منك ويقطعوك. عقلك في راسك تعرف خلاصك يا أخوي. ما أنا ما كنتش ناوي أقول لهم على حاجة. طبعًا. هتقول لهم كيف؟ ما انت موتهم بالحياه يا بنت. افهمي، انا طول عمري عايش في سوهاج وحدي، لا ليا ابو ولا عم ولا خال ولا ام، كيف يطلع لي اهلي من تحت غطيق الارض؟ شطاني. ما تهتيش معاه، انا ما عارفاش غير الاصول. اللي يتبرى من امه وابوه عمره ما يبكي على اخته.
انا اكرمني اني اعود لابويا يقتلني ولا اني اعيش معاك هنا مدفونه بالحياه. هرجعك واطلع ابويا كذاب قدام اهل النجع. ماشي يا مناع، هرجع لوحدي واللي يسال ما يتوهش. انت تهبلتي؟ اصبري لما تشوف حل في مشكلتك مع همام. والله خلاص هرجعك يوم الخميس وفرح همام ما حدش هياخد باله من عوده القتيله. طب عشان خاطري يا اخوي فكر في موضوع فاطمه. لو عرفت قد ايه البت دي بتحبك عمرك ما تهملها وتتجوز واحده من البندر. طب سيبيني في حالي دلوقتي. على كيفك يا مناع. خرب بيت مخك الزنخ، نكدت عليا الله يسامحك. عفارب عليك يا سناري، أنا دلوقتي اطمنت، بتنشم في الليل زي النهار. اطمن يا أخوي اطمن، والطلقة الجاية حتكون في قلب همام وسط الزفة. اوعى حد يشوفك يا ود أبوي ولا حتى من عيلتنا، أحسن نروح كلنا في 60 داهية. ما تخافش يا أخوي، أنا عامل حسابي زين وحطخه واندس وسط عيلته ولا حد هيحس بيا. وبعديها تسيب سلاحك ده وتحط جاره العباية دي. ايه دي؟ العباية دي مش غريبة عليا، مش دي عباية ناجي اخو حسان؟ كيف اتحصلت عليها انت؟ مالكش صالح، انا مدبر للحكاية دي زين، خصوصا بعد البندرية ما عرفوا ان ناجي قال ان ملزم بطار بنت اخوه من همام. حلو قوي 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 يا اخوي، وبقديه البندريه تقوم على الحوايطه وتولع ونخلص من الاتنين في وقت واحد. باه 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 باه، قول لي يا سناري من متى ابتديت تفهم؟ من امبارح العصر. ليه يا واد؟ قوم من على حجر امك، انت اتسخطت ولا ايه؟ بقى ما طول النهار مهدود حيله في الارض عمله. عارفك بدك ترجعيه نغة تاني مش كده؟ جري يا ناجي لسه ورانا شغل كتير. الله ما تشدش على الواد احسن يطق. والله يا عمي ما حدش يشتغل في الارض دي قدي. تسلمي وماله يا واد، خليك تقوى وتبقى راجل. اسكتوا، البندرية عيموتوا ونفسهم يعرفوا احنا ليه نزلنا من الجبل وبنشتغلوا في الارض دي. فاكريننا بنشتغلوا انفار عند صاحب الارض، ما يعرفوش ان هي ارضنا. بقول لك ايه، احنا ملناش كلام مع حد. ايوه ولا انتوا حد تتكلموا حريمهم، القطيعه دي جت لمصلحتنا. اسمع يا كبير، فرح همام بكره ورجاله العيله كلهم متكدين ومستنيين ياخدوا بالطار. طار مين يا ناجي؟ احنا ملناش طار عند حد، وبنتنا شريفه وعفيفه والحمد لله. الناس ما يعرفوش كده. احنا ملناش دعوه بالناس، إذا كان على ولدهم فحسابي معاه بعدين وحقده، بس من غير قتل.